ماجي؟ ايه اخوك ماجي مدير المشاريع الاستثمارية. لا وصلت والله. ليش مانك ناوي تحكي لي معه؟ لك مو هون المشكلة، انا من جهتي بحكي لك معه، بس الاحسن ما نحكي معه بنوب لانه ما راح يرضى. اخي عالو تريس مستحيل يعطي استثناءات لحدا ولا يقبل وساط من حدا. فلا تعذب حالك واصرف نظر عن المشروع كله. بس انا المشروع عاجبني وما راح انساه لحتى نفذه. صدقني طالما اخي مستلم اداره المشاريع مشروعه ما بيمشي، لا ان حكيت معه انا ولا ان حكى معه غيري. انت بس عرفني عليه وانا وياه بنتفاهم. انا واثق انه بس يقرا الاضباره ويشوف اهميه المشروع للبلد اكيد راح يوافق ويعطيني الاستثناء اللي بدي اياه. صدقني ما راح تستفيد شيء. لك يا ابو السعود انا كل شيء طالبه منك انه تفوتني لعنده على المكتب. اخي انت لا تحكي ولا كلمه، انا اللي بحكي. يعني مصر؟ ايه نعم مصر. ماشي بكره الساعه 10 الصبح بنروح انا وياك لعنده. تفضل تفضل كمل عشاك. تفضل. مرحبا استاذ كامل. اهلا اهلا استاذ سعيد. يا اهلين وسهلين. شو اخبارك استاذ؟ الحمد لله بخير. اخي هون؟ ايه هون. عنده حدا؟ لا ما عنده حدا. ممكن فوت لعنده؟ ايه تفضلوا تفضلوا. يا اهلا وسهلا. لا تعذب حالك وتبعته. تفضل. ما رح وافق له. لك يا اخي لانه مشروعه غير نظامي. يا حبيبي لا مشانك ولا مشان غيرك. صحيح انت صديقي بس الصداقه شيء وشغل شيء ثاني. مع السلامه. اهلا وسهلا يا ميت مرحبا. اهلين اخي. يا ميت مرحبا. اهلين وسهلا. اهلا وسهلا. كيف صح؟ تفضلوا تفضلوا يا ميت مرحبا. تفضل. شرف. تفضل. كيفك اخي ابو راضي؟ والله الحمد لله ماشي الحال. وكيف اختي ام راضي؟ ماشي الحال تدعي بسلامتك. وينك يا اخي؟ ليش ما حدا بيشوفك؟ والله شقنا لكم. والله يا اخي ما عم بفضحك راسي، يا من تراني بهالشغل ليل نهار، شو بدنا نساوي؟ ايه سيدي على كل حال نحن ما رح ناخذ من وقتك كثير. صديق الاستاذ ممدوح النايط معه اضباره مشروع وحابب يعرضها عليك، فمنشان يعني مرتين يأخرها بالديوان وهون وهون وتضل شي جمعة لتوصل لعندك جبنا لك اياها باليد. تفضلوا سيدي. مشروع منيح كتير ومربح، بس للأسف القوانين ما بتسمح فيه. بس استاذ هذا المشروع عظيم وكبير كتير وبيفيد البلد وبيشغل ايد عامله كتير. ايه بجوز بجوز، بس في اهم منه. تفضل اضبارتك. الحقيقه انا كان عشم كبير انه تتفهم حيثيات المشروع وتتكرم وتتفضل وتعطيني الاستثناء لتنفيذه. يا ريت. انا اسف. قلت لك ما راح يوافق، ما كنت تصدق، بس سودت لي وشي قدام اخي. ولا انا اللي سودت وشك ولا انت اللي سودت وشي؟ انا؟ ايه انت، انتظرتك تحكي لك كلمتين مع اخوك ولا كانه قاعد. انت قلت لي عرفني عليه وبس. هلا يعني كان ناقص من لسانك شقفه لو حكيت لك كلمتين وفتحت لي مجال للاخذ والعطا معه؟ نحن اتفقنا اني ضل ساكت، هيك كان الاتفاق. ايه. قوم. روح انزل على بيتكم. شكرا. عفوا. لك ليش عم تضحك؟ ما شاء الله حولك شو ذكي. طبعا ما راح يوافق، ما لقيت تاخذ له غير اخوه. مين بدي اخذ له لكان؟ ابوه؟ ابوه ميت. هلا انت ما عاد تخلص ضحك؟ لانه حكيك بضحي. ياخذ له ابوه قال. لكن مين بتقترح اخذ له؟ هلا انت مالك ناوي تدفع له حق الاستثناء؟ لك ما بيقبل ياخذ، ما بيقبل.
معناتها ما في داعي تاخذ له عدا، لا اخوه ولا ابوه ولا حدا من قرايبينه او اصدقائه. لكن شلون بده يعطيني الاستثناء؟ شلون؟ بيعطيك يا من راسك لراسه، بتقبضه من هون بيوقع لك من هون. لك ايه؟ بس انا سالت عنه قالوا لي ما بيقبض. هلا انت ما بدك تفهمني ليش رجعت تضحك؟ عم بضحك على حكيك. تقدر تقلي منين اشترى الفيلا اللي ساكن فيها؟ واشترى السيارة لمرته؟ واشترى السيارة لابنه إذا ما كان عم يقبض؟ إيه أصلاً كل راتبه بالشهر ما بيطلع 10,000 ليرة، يعني ما بيشتروا حق بسكليتي. لك بس أنا سمعت إنه وردان عن أبوه مبلغ كبير. كذب، هي إشاعة طلعها هو على حاله لحتى ما حدا يسأله من أين لك هذا. أبوه المسكين طول عمره كان يبيع خضرة على العرباي وضل هيك لحتى مات هو عم يجرها. بس كل اللي سألتهم عنه قالوا لي ما بيقبض. يلي سألتهم ما بيعرفوا عنه غير يلي هو بده اياهم يعرفوه. شوف، هو ذكي كتير وحذر كتير وما بيحط ايده بحي الله معاملة ولا بيدني نفسه لقروش مثل ما عم يعمل غيره. مشان هيك ريحته لهلا ما طلعت. بس لما بتجي معاملة محرزة ومستورة وما في من وراها شوشرة وفضايح ما بيقصر. فإذا بدك مشروعك يمشي احكي معه من راسك لراسه بدون لا قريب ولا وسيط. طيب شلون ووين؟ عفوا استاذ، في شخص برا اسمه ممدوح بده اياك. ممدوح؟ هيك من الباب للطاقة جاي يزورني ببيتي؟ قال في شيء ضروري استاذ. الله، طيب خليه يدخل. تفضل. مساء الخير معلم. اهلين وسهلين، هذا انت؟ الحمد لله يا سيدي، منيح اللي تذكرتني. سيدي انا جاي لحتى اعتذر منك لكون سببت لك احراج قدام اخوك. لا ماشي الحال، حصل خير. في شيء غيره؟ ما في غير المشروع اللي عرضته على سيادتك، وانا لساتني متامل تعطيني الاستثناء اللازم. وانا جاهز لكل طلباتك سيدي. لك شو عم تقول انت؟ جاي ترشيني ببيتي؟ عفوا عفوا سيدي، انا مو هيك قصدي. لك شو قصدك؟ شو يعني جاهز لكل طلباتي؟ بقصد جاهز اقدم لك اي اوراق او مستندات او اي ضمانات بتطلبها بخصوص المشروع سيدي. اخ بس لو ما تكون رفيق اخي كنت طلعتك من هون مقبوض عليك وعلى الحبس فورا. تفضل اطلع لبرا سيدي. بس انا انت شو؟ اطلع لبرا خلصني. تحاول معه مرة ثانية ابدا لانه ما راح يوقع لك على المشروع حتى لو تدفع له مليون ليره. انت غلطت من الاول لما اخذت له اخوه. قلت لك هذا المدير بيحب تكون كل اموره مستوره، ما صدقتني. والعمل هلا انا حاطط كل املي بهالمشروع. قديش مربح المشروع قلت لي؟ مو اقل من 50 مليون ليره بالسنه. مربح محرز، محرز تمام. لكن ليش انا قاتل حالي عليه؟ شوف يا ممدوح، انا في براسي خطه بجوز تنجحها. هات لشوف شو هالخطة بقى. شوف ممدوح، المشروع إذا ضل باسمك خلاص ما عاد يمشي مدير مشاريع لأنه حفظ اسمك وشكلك. بس إذا المشروع تعدل شوي وتقدم له باسم واحد تاني وعلى السكيتي بدون ما عين ترى وإذن تسمع بعتقد رح يوافي عليه. باسم مين بدي أقدم له يا؟ باسمي مثلا. هيك لك باسمك؟ يعني بدك تلهف في المشروع على البارد المستريح. وانا كنت مفكر انه عم تخطط لتساعدني. طلعت عم تخطط لتساعد حالك. هلا انت طول بالك علي شوي، فهم مني الخطه وبعدين لومني. هات لشوف اشرح لي. هلا انت قديش مستعد تدفع لمدير المشاريع لقاء الاستثناء؟ يا سيدي قد ما بده. مستعد تدفع 10 ملايين؟ بدفع. طيب شو رايك ادخل معك شريك بالمشروع والنص بالنص ولقاء هالشي أنا بدفع العشر ملايين زيادة؟ ما بنستفيد شيء، راح بيضل اسمي اللي حافظه حضرة جنابه مكتوب بالأضبارة. لا لا، الأضبارة راح تقدم باسمي لوحدي، بس بنعمل بيناتنا أوراق شراكة لتحفظ لك حقك. بقى شو قلت؟ والله إذا بتتكفل بالحصول على الاستثناء من مالك الخاص أنا ما عندي مانع. لكن اعتبر الاستثناء انطبع بالأضبارة. مبروك.
الو الو الهلا طلع، اعطيني استاذ جميل. يلا يلا تفضل. ايوه علم علم. يلا يا شباب السياره جاي. ألف مبروك، ألف 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 مبروك يا أستاذ. شرف شرف سلم هديتك. هدية شو؟ تفضل هاي السيارة اللي واقفة هنيك قدامك، هاي هي هديتك. شو هالحكي؟ وشو المناسبة اللي تهديني هيك سيارة؟ يا سيدي هالسيارة هي هدية من الشركة الصانعة لأول شخص بمر من هالشارع هاد، وبما أنك أنت أول شخص مر من هون فالهدية من نصيبك. ألف مبروك. تفضل استلم سيارتك. لك انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لك تكون كاميرا خفية. الحق بإيدك تستغرب، مو كاميرا خفية، المسألة جد. طب أنا إذا أخذت هاي السيارة ورحت سيارتي شو بدي أسوي فيها؟ خليها هون بالطريق؟ لا طبعاً، أنت بس أعطينا العنوان والسيارة بتصلك لبيتك. أنت وين ساكن؟ ساكن بالفيلا اللي هنيك. أصبح اطمن، بعد 5 دقائق بتكون سيارتك على باب الفيلا. تفضل كاب سيارتك جديدة، وهي كرت باسمي. امتى ما حبيت تنقل السيارة لاسمك بتتصل فيي مشان نعمل اجراءات التنازل عنها لك. يا سعيد وصل له سيارته على باب الفيلا. لحظة لحظة كتبي. وكيلكم يا جماعة هذا اللي صار. معقولة؟ بدك أنا أصدق يعني؟ هو معكم حق ما تصدقوا لأنه أنا نفسي ما كنت مصدق. أنت أكيد شايف هالقصة بالمنام أو أريانا بشي رواية. طيب إذا مالكم مصدقين هلا رح تشوفوها. إيه منشوفها. منشوفها شو عليه؟ تفضلوا شوفوا بعينكم، هي هي السيارة. ورحتى تصدقوني اكثر رح اركبها قدامكم وروح فيها على البيت وما رح اخذكم معي. لحظه شو السياره؟ باي. لحظه لك طلعت سيارته عن حقها. اخي سيارته سيارته ما اختلفنا، بس اكيد ما عطوا اياها هديه لانه مر اول واحد بالشارع. هذا اكيد ابوها بشله شي هبشه مرتبه وشاروا لها، بس مشان ما ينكشف قدام العالم اخترعوا هالقصة اللي ما بتتصدق. معك حق، ما حدا رح يصدقهم. قال مرسيدس قال لك يخرب بيته على هالكذبة. شري Thank you.
راضي؟ راضي؟ ما رجع من الجامعة لسه. بس سيارته برا؟ ما بعرف، بس ما شفته هون. متأكدة؟ طبعاً. روحي شوفي لي أوضة من هالقوة، بركي فات على الفيلا بدون ما تنتبهوا. حاضر ستي. عجلي. روحي جهزي الغداء. حاضر ستي. امتى يكون راح؟ معقول؟ مرحبا. لك وين كنت؟ اي وين بتكون يعني؟ بالجامعة. بشو رحت على الجامعة؟ بالسيارة. بشو بدي روح؟ بس سيارتك مصفوفة برا قدام الفيلا. قصدك البيجو؟ ليش عندك سيارة تانية؟ إلك أنا اللي عندي، وأحلى سيارة كمان، مرسيدس جديدة خلنج. شو هالحكي؟ منلك؟ إذا حكيت لك ما رح تصدقيني ورح تضحك علي. لا ما رح أضحك، شو هالحكي ها؟ أنت احكي صدق. هات لشوف. اسمعي لك أنا على هالقصة. هذا يا ستي كان لمين هالمرسيدس الجديدة اللي صافي برا؟ راضي عم يقول إنه إلو. إلو؟ شلون إلو؟ من إلو؟ شو بيعرفني؟ هو حكالي القصة وقال لي منين إجته، بس كلها ما دخلت براسي هاي الشغلة. بركي أنت إذا بتحكي معه بتفهم منه شي. الحاني على المكتب. شريف. هلا انت اجدب ولا عم تجدب علي؟ لا يا بابا، لاني اجدب ولا عم بجدب عليك، سلامتك. يعني بدك ياني صدق هالقصة الخرافية يلي حكيت لي اياها؟ هو صحيح القصة ما بتتصدق، بس الله وكيلك هي الحقيقة. وين الكرت اللي اعطاك اياه؟ هاي الكرت. جميل البردان. كأني سمعان بهالاسم قبل هالمرة. بجوز. ألو، أنا ماجد الهبيان مدير المشاريع، بدي أحكي مع الأستاذ جميل البردان. حضرتك جميل؟ أستاذ جميل، ممكن تمر لعندي بكرة على المكتب؟ يعني الساعة 9 الصبح. لا ما في شي، حابب أتعرف عليك. أوكي، أنا بانتظارك. سهلا. جميل بردان. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. يا اهلين وسهلين. ايه سيدي، شو قصة سيارة المرسيدس اللي هديتها لابني؟ ليش ما حكى لك المحروس ابنك؟ لا حكى لي،
بس ما صدقته. معك حق، القصة ما بتتصدق، بس السيارة هي الواقع هي هدية مني شخصيا للمحروس ابنك. وشو المناسبة؟ احتفالة بهالمشروع. مشروع محرز؟ ايه بس ناقصه توقيع صغير من حضرتك. حدا له علم بالموضوع؟ لا لا اطمن، ما حدا بيعرف فيه غير انا وانت بس. هو بيني وبينك المشروع مهم وما عندي مانع ابدا استفيض بدراسته، والا ما لاقي له هيك فتوى بهالقوانين ونفذه منها، بس بشرط. يا سيدي شروط الشرط اللي بدك اياه؟ شرطي الوحيد هو انك تسحب السياره من ابني. ليش ما عجبته؟ اذا ما عجبته بدله اياها باحسن منها فورا. لا 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 لا، الموضوع غير هيك. الموضوع اني ما بقدر اقبل منك هديه لانها رشوه. رشوه مفضوحه. عفوا استاذ، هي ما لها رشوه، هي هديه مني شخصيا للاستاذ راضي، وانت ما لك علاقه فيها ابدا. طيب بقبلها بشرط تاخذ حقها. وانا موافق، اعطيني 100. 100 مليون؟ لا شو 100 مليون؟ 100 ألف؟ لا 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 ولا 100 ألف. لكن شو؟ 100 ليرة بس. شو هالحكي؟ معقولة هيك سيارة يكون حقها 100 ليرة بس؟ ايه هيك موقفة علي. معقول؟ معقول تكون موقفة عليك ب 100 ليرة بس؟ صدقني هي هي الحقيقة. طيب إذا كان هيك تفضل، هي 500 ليرة، يا ريت تجيب لي فيهم 4 سيارات تانيين، بس ما يكون فيها عذاب لإلك. لا 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 ولو على عيني. هات المطبرة لإلك.